تراشورس عند الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يطرد اللاعب إسبانيول فيكتور ماتا في الدقيقة 66 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية. نقص عددي استغله صاحب الأرض ليضيف الهدف الثاني عبر تشابي جيرا عند الدقيقة 76. بعد ذلك بدقيقتين عاد اللاعب ذاته محرزا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء تعرض تيتو لاعب رايو فايكانو للطرد متسببا بركلة جزاء أهدرها بورجي ليرفع رايو رصيده لعشر نقاط متأخرا بنقطة.